الدوري الاسباني الذي سيعود يوم 6 جندي من السنه المقبله. فوعة من فاندرباخت تخرج موفق عن طريق فاليخو ثم لصنا ديالا في الاسترجاع. صعبه صعبه الكره هذه من غالي على الجهه اليسرى يرفعها اولي رونالدو. يا له من هدف من كريستيانو رونالدو، يعبث بكل دفاع ريال ساراغوسا ويسجل هدفا رائعا، هو الهدف السابع لكريستيانو. طبعا لم يسجل سامع عن التسجيل خلال المرحله الاولى، وعندما سجل انسان الرباعيه الاولى الكيفيه التي سجل بها كريستيانو رونالدو. اولا توقف الكره في وسط مجموعه من المدافعين بهذه الكيفيه، تلاوغ الاولى والثانيه وتسدد في شباك فارغه ليس في متناول اي لاعب يوقف كره هنا في دقه منطقه العمليات امام هذا الكم من اللاعبين، ويختار الزاويه اللي نفذ منها ويسجل. قلت بان كريستيانو رونالدو صام عن التهديف خلال المرحله الاولى، وعندما سجل انسان في الرباعيه التي سجلها ايغوين وفاندرباخت.